نرحب بكم مرة أخرى في اليوم الثاني لفعاليات ندوة ميليشيات وجيوش تطورات الأداء القتالي والسياسي للحركات والمؤسسات المسلحة، والذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. خلصنا من الجلسات السابقة عبر اليوم السابق والجلسات الصباحية لهذا اليوم إلى أن القدرات العسكرية والأدوار السياسية للتنظيمات المسلحة ما دون الدولة قد شهدت تصاعداً ملحوظاً منافسة بذلك مؤسسات الدولة المسلحة، وبغض النظر عن أيديولوجيتها وأهدافها فإنها تشترك في كونها تنظيمات مسلحة لعبت وما زالت تلعب دوراً هاماً سياسياً وعسكرياً في تحد صريح وجريء للأنظمة القائمة الرسمية. فما بين اختلاف المسميات وأيديولوجية هذه التنظيمات، ما بين طالبان الأفغانية وداعش أو تنظيم الدولة والحوثيون في اليمن والحشد الشعبي في سوريا والحشد الشعبي عفوا والبشمركة في العراق وهيئة تحرير الشام في سوريا وانتهاء بحزب الله في لبنان وحماس في فلسطين وغيرها من التنظيمات المسلحة، سنتحدث في هذه الجلسة عن من باب استكمال ما تم مناقشته في اليوم السابق عن موضوع القتال والسياسة الدولية، وذلك من خلال ثلاث متحدثين سيقدمون لنا عرضاً وتحليلاً لتطور الأداء العسكري والسياسي لطالبان الأفغانية والقدرة على الصمود ضد الحرب الروسية وذروة الحرب بين روسيا وجورجيا. متحدثنا الأول هو الدكتور توماس جونسون، وهو أستاذ باحث في شؤون الأمن القومي بكلية الدراسات العليا البحرية بمونتريك كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. شغل في عام 2009 منصب كبير المستشارين للشؤون السياسية ومكافحة التمرد لدى الجنرال جوناثان فانس قائد القوات الكندية في أفغانستان آنذاك. أعد ونشر أبحاثاً واسعة حول أفغانستان وجنوب آسيا طوال أكثر من ثلاثة عقود، ونشر له مؤخراً كتاب من عبر مطبعة جامعة أوكسفورد بالاشتراك مع دار هورس للنشر في عام 2018 بعنوان سرديات طالبان استخدام القصص وقوة تأثيرها في الصراع في أفغانستان. توماس يحدثنا عبر سكايب لتحديات أمنية لا تتعلق بطالبان، فنرحب به وندعوه إلى التقدم بفرض التفضل بعرض مداخلته في 15 دقيقة إن أمكن. شكراً. Okay. إذن. طبتم صباحا أو مساء الدوحة. لا أتأسف أنني لست معكم، أتمنى لو كنت معكم. كتبت ورقة لهذا المؤتمر حول تطور القدرات القتالية والسياسية لطالبان، لكن قبل ذلك دعوني أتحدث عن بعض النقاط التي هي من الأساسيات التي يجب أن نفهمها. إن طالبان أفغانستان في العام 1996 أو طالبان 2001 بينها وبين طالبان العام 2020 شبه قليل فقط. على مدى السنوات والعقود الماضية أو لأكثر من 150 سنة هناك طلبة علم في أفغانستان، لكن طالبان أصبحت منظمة سياسية في العام 1994 وكانوا أيضا ضمن المجاهدين خاصة ضمن الحزب الإسلامي وحزب المحمدين. كثير من أفراد الطالبان كانوا مقاتلين جيدين، لكن بين العام 1994 و 1996 لم يواجهوا أي مقاومة، والباكستانيون ساعدوهم كثيرا في المناطق التي اضطروا فيها لخوض قتال عنيف. الصوت بدأ يتقطع. ليس من الواضح تماما عن قدرات القتالية للطالبان، لكنهم تطوروا كثيرا على مر السنين. من الأمور التي يجب أن نفهمها أن الطالبان جاءوا إلى القوة لأن الشعب الأفغاني تعب من القتال، و
الصوت يتقطع من المصدر، ولأن الأحزاب الشيعية والسنية الأفغانية كانت تتنافس فيما بينها من أجل السلطة وشنوا حربا أهلية. هل الصوت واضح بشكل جيد؟ هناك صدى في الصوت. الطالبان لم يضطروا إلى خوض معارك كبيرة عندما وصلوا إلى السلطة في العام 1996، وكثير من المعارك حظوا فيها بدعم الباكستانيين، لكنهم كانوا يتحلون بمرونة كبيرة في التكيف مع الأوضاع السياسية. في بدايات الأمر الولايات المتحدة نظرت إلى طالبان على أساس أن مجموعة من الملالي الجهلة بيدهم بنادق كلاشينكوف ويحملون المصحف القرآن الكريم بأيديهم، لم يعرفوا كثيرا عن الحرب والسياسة حتى في العام 1996، لكنهم تبنوا سلسلة من الاستراتيجيات على الصعيد العسكري، لكن على المدى السياسي استراتيجيات بقيت كما هي. لم تكن لديهم استراتيجية واضحة عدا عن إحياء وإقامة إمارة إسلامية مستمدة من الشريعة الإسلامية. وأيضا الصوت يتقطع من المصدر. أعتقد أنه يقول أن عقيدتهم وفقههم قريب من الفقه السلفي، الصوت ما زال يتقطع من المصدر، ولكن كما أشرت تميزوا بقدرة كبيرة على التكيف. من الأمور التي امتازوا بها هي في الجوانب المتعلق بالمعلومات والجانب الدعائي. نحن في الولايات المتحدة لم تكن لدينا إمكانية تقديم سردية عن المنطقة، وطبعا بعد أحداث 11 سبتمبر التي كانت السبب الأساسي لتدخلنا في أفغانستان للتخلص من القاعدة، ثم بعد ذلك انخرطنا في بناء الدولة ولاحقنا طالبان وبن لادن والقاعدة. طبعا بعد 10 سنوات من 11 سبتمبر أظهرت الدراسة إن أقل من 2% من الأفغان كانوا قد سمعوا أصلاً بأحداث 11 سبتمبر. الصوت يتقطع من المصدر. الطالبان امتازوا في حبك سلسلة من السرديات لنيل دعم شعبي أثر في مجريات الأمور وخاصة في المناطق الريفية. نسمع الكثير من ما يحدث في المدن، لكن مركز الثقة كان في المناطق الريفية، وهم يمتازون بقدرتهم العالية على التكيف وعلى تبني سرديات مستندة إلى الأبعاد والديناميكيات المحلية. وبكل صراحة لا أقول هذا، لا أريد أن أكون منتقدا للولايات المتحدة والنيتو، لكن كلا الطرفين النيتو والولايات المتحدة كانت كسولتان في عدم الذهاب إلى المناطق الريفية ومعرفة ما يريده البشتون وتطوير سردية لها معنى ولها مغزى. أنا أؤمن بقناعة راسخة بأنك عندما ناقشت أي نزاع منذ الحرب العالمية الثانية، سواء كانت حروب تحرر وطني أو حركات تمرد أو غيرها، إن هذه النزاعات يحسم أمرها بالنصر للطرف الذي لديه أفضل السرديات لتحقيق الأجندات السياسية. وفي هذا المجال أخفقت الولايات المتحدة بشكل واضح. إذا ما ألقينا نظرة على القدرات العسكرية للأفغان من خلال سلوكياته،
لديه ما يسمى باللاهية، وهو الميثاق الذي تصرفون بموجبه، ويعطي بعض الإرشادات الصريحة لما ينبغي للمقاتلين الأفراد أن يتبعوه. بعضه محض دعاية، لكن من المهم أن ننظر إلى هذه اللاهية لنعرف كيف أنهم طوروا قوانين الحرب لديهم، وأيضا تطويع سلوكياتهم. اللاهية أيضا تعطي وصفا جيدا للهيكلية السياسية التي أقاموها كحكومات الظل في أكثر من 30 مقاطعة في أفغانستان. الصوت ما زال يتقطع من المصدر، وفي المناطق التي شاركوا فيها في السلطة كانوا يقدمون الخدمات بشكل أفضل بكثير من الحكومة الأفغانية. من الأمور الأساسية الرائعة التي أقاموها منذ البداية هو إقامة نظام عدلي. وبصراحة في النظام القضائي في كابل، أنا هنا لا أريد أن أنتقد، لكن الشخص الذي يكسب قضية يد هو الذي يدفع أكثر من الرشوة للمدعي العام أو المحامين أو غيرهم، ويكسب القضية بسرعة. أنا كنت في أفغانستان في 2009 مستشارا للجنرال فانس وقائد القوات الكندية، وكنت الضابط السياسي المسؤول والمستشار السياسي الأقدم، ورأيت بأم عيني النظام القضائي والعدلي في أفغانستان. أيضا في رجال أعمال قندهار، أو إذا كنت مطلعا على معظم النزاعات تدور حول الأرض والمياه، لأن السوفيت عندما غزوا أفغانستان في 24 من ديسمبر 1979، كانت أفغانستان بسكان 50 مليون، 2 مليون ذهبوا إلى إيران و3 ملايين إلى باكستان. وبعد بداية الغزو الأمريكي في 7 أكتوبر 2001، بدأنا رؤية الأفغان يعودون من باكستان وإيران، ورأوا أن أناس سيطروا على أراضيهم. لذلك كثير من رجال أعمال قندهار قد طردوا من أراضيهم إلى المدن بسبب تهديد طالبان، لكنهم قبل تدمير القوات الأمريكية للمراكز، كان هناك محاكم في زنجبار في أقصى الجزء الغربي من قندهار، وكانوا يذهبون إلى ذلك. وكان نظام طالبان القضائي كان يقضي في غضون 24 ساعة في المظالم حول حقوق المياه والأرض، وهذه نقطة مهمة أن يكون القضاء ناجعا وسريعا. وكما قلت من قبل، من الأمور التي تميزت بها طالبان هي استخدام الأناشيد غير التي لا تستخدم فيها الموسيقى والأشعار لوضع سرديات وقصص. قبل الغزو الأمريكي 80% من السكان كانوا يعانون من أو كانوا يجيدون القراءة والكتابة، وكان الأفغان يورثون جيلا بعد جيل القصائد والأشعار لتذكر والجلوس حول مواقد النيران وسماع قصص الأجداد وحكايات الأجيال. لهذا السبب من المهم أن نفهم سرديات طالبان هذه لكسب تأييد السكان. وهم اعتمدوا، الصوت يتقطع، اعتمدوا على السكان المحليين في
التزويد بالمعلومات والدعم اللوجستي والأرزاق وما إلى ذلك. الولايات المتحدة لم يكن لها حضور في القرى، حتى المواقع المتقدمة، وأيضا الروس أيضا طبقوا نفس الخطة. وأعتقد أن البنتاغون كان يحاول إقناع هؤلاء القادة بنقل المراكز إلى الأمام ليستطيعوا العمل مع الأفغان على مستوى محلي. سوري. الرجاء تذكر بقيت لديك دقيقة واحدة. بقيت لديك واحدة. إذا دعوني أتحدث عن أسلوب طالبان في شن الحرب. طالبان لديها استراتيجية واحدة، إجبار أمريكا على ارتكاب الأخطاء. الصوت يتقطع. الصوت غير مفهوم من المصدر، لأنهم أدركوا لو أن أفغانيا مدنيا بريئا قتل، أمريكا ستخسر دعمها. أيضا هم تكيفوا في 2005، وأخبرتني هذه القصة أخبرتني مصادر رفيعة مستوى في الاستخبارات الأمريكية. الصوت غير مفهوم من المصدر. الصوت غير مفهوم من المصدر. وحدث مرة واحدة فقط أن الطالبان ألحقت الهزيمة بالولايات المتحدة أو ناتو عندما اجتاحوا نقطة متقدمة في نورستان تابعة للأمريكان وحلف الناتو. طبعا هم أرادوا من الولايات المتحدة. الصوت متقطع. حتى عندما يكون هناك اجتياح الصوت غير مفهوم. ونحن خسرنا أو أضعنا جهود 1500 من أفضل مقاتلين من مشاة البحرية لحماية تلك المنطقة. هم يعرفون قواعد الاشتباك كلها لحلف الناتو. هم درسوا هذه القواعد وكيفوها لصالحهم في التعامل معها. فيبدأون بإطلاق نيران الرشاشات، ثم القذائف الصاروخية RPG، ثم مدافع الهاون. وكانوا منضبطين في ذلك عندما يشتبكون مع القوات الأمريكية. وكان هناك اشتباكات تمتد من ساعتين إلى 40 ساعة بإطلاق نيران مستمر. الصوت متقطع من المصدر. أيضا استخدموا مصادر نيران مختلفة، رشاشات، قذائف صاروخية، مدافع هاون. الصوت غير مفهوم من المصدر. أخيرا في استخدموا التكنولوجيا الفارسية. الصوت غير مفهوم من المصدر. الأمر الأخير الذي أريد أن أختم به، هم لديهم مجالس محلية. الصوت متقطع. هم درسوا الأبحاث العسكرية لماو تسي تونغ وحرب العصابات وفقا لمدرستهم.
لدي ما أضيف، لكن ربما أخذت الكثير من الوقت. أفتح المجال الآن للأسئلة. شكرا توماس. والذي قدم لنا عرضا عن تطور الأداء العسكري والسياسي لطالبان عبر العقود الماضية، وكيفية تحولها من مجرد منظمة صغيرة إلى أقوى الأطراف المتمردة في أفغانستان، والتي أثبت حسب مداخلته قدرتها العالية على التكيف والابتكار الاستراتيجي. سنعود إلى الأسئلة توماس لاحقا، ولكن بعد انتهاء الجميع من مداخلاتهم ننتقل إلى موضوع آخر، وبعيدا عن طالبان، عن إلى الحرب غير المتكافئة بين روسيا وأوكرانيا، وتحديدا عبر ثورة المعلومات أو الحرب الفضاء السيبراني. متحدثتنا التالية هي أنا بولخ، وهي مديرة شركة ديس إنفوتك وباحثة رئيسية في مركز دراسات الدفاع في كييف بأوكرانيا. تخرجت في برنامج العلاقات الدولية والتكامل الأوروبي الخاص بالتأهيل الدبلوماسي، كما أنها عملت زميلة باحثة في مركز العربي للدراسات الدفاعية في تالين بإستونيا، حيث قادت برامج أبحاث أمن الطاقة وبناء القدرة على الصمود في الفترة 2013-2018. سنأخذ الأسئلة فيما بعد. هل هذا مناسب لكم؟ الصوت متقطع وغير واضح عندما يصلني. سنأخذ الأسئلة لاحقا. إذن لا بأس. وقال لهم حابنا إذا نعتذر للسادة والسيدات المستمعين للترجمة، هناك مشكلة في الصوت، الصوت لا يصل بشكل واضح إلى مقصورة الترجمة. Top in my head this quote that I just added today, like I don't know, what if a state acts as a non-state actor and actually on a foreign territory? Switched off. Now you can hear. So, what if a state acts as a non-state actor and actually on a foreign territory? It's how I would briefly introduce Russian actions in Ukraine, because the covert operations and hidden operations in shadow. IT technician people, el headphone not working. Any here, but where is Sijo? Sijo, yes. Not working. His headphones. Hello. Working. Now everything is okay, right? So I hope you heard on my introduction a bit. And
إذن عندما يتعلق الأمر بالفاعلين من غير الدول عندما يعملون في الميدان، لابد أن نكون أحيانا في الميدان. لثلاث سنوات قضيت هذه الفترة في هذه المناطق، مناطق في شرق أوكرانيا، وحاولنا أن نفهم كيف تعمل هذه عمليات المعلومات، وكيف كذلك يتم تطوير القصص والسرديات من قبل الخصم. إذن بالنسبة لي كان الأمر دائما مهما أن أفهم كيف في أوكرانيا يتم العمل في 2014 عندما كان هناك فاعلون من غير الدول الذين قاموا بالعمل لكن لم يكن لديهم القدرة على الرد. إذن كانت هناك قوات مدنية، قوات كذلك متطوعة التي كانت تقوم بالرد، وهنا نتحدث عن أطراف من غير دول التي تم تعبئتها وحشدها كمجموعات لتكون بمثابة خصوم أو أعداء. لكن بالنسبة لأوكرانيا هذه القوات بإمكانها الردع، لكن في الآن ذاته أعطت روسيا سردية أو قصة لتقوم بالبناء عليها فيما يخص هذه المسألة. إذن أحب دائما أن أكون أنظر إلى المسألة وكيف يتم التخطيط لهذه الاستراتيجيات. هذه الاستراتيجيات عندما يتعلق الأمر بتصميم العمليات الممنهج وما أعني بذلك في مقابل أو ما هو مضاد للعمليات المخطط لها غربيا، الروس يقومون بإنشاء ميدان الأحداث الانتهازية. هناك الكثير من المواضيع، مواضيع من القصص والسرديات، وبعد ذلك يوسعون دائرة هذه المواضيع لتصل إلى العمليات التي تجري على الأرض. أريد أن أقول هناك ثلاث عناصر أساسية رأيتها في الست سنوات الماضية عمل روسيا وتفاعلها في أوكرانيا، وكيف تم بناء هذه المعلومات وهذه العناصر. إذن هذه المسألة تبدو أنها بسيطة لكنها معقدة في الآن ذاته. هناك الكثير من القصص التي يتم تغطيتها من خلال طرفين، القصص المفبركة، وهناك كذلك العنصر العاطفي، وبالتالي الجمهور لا يعرف من يثق به. وعندما نفهم هذه العمليات في العمليات القتالية الهجينة وكيف يتم أو تتم إدارتها في دولة أجنبية، كيف نفهم نقاط الضعف؟ إذن أوكرانيا كان لديها دائما ضعف فيما يخص الثقة ما بين مؤسسات الحكومية والسكان المحليين، لأنه لم يكن هناك أصلا أي من منظمات المجتمع المدني قبل 2014. بعد ذلك هناك عنصر آخر من خلال الاختراق والتجنيد، والذي هو يمضي بشكل موازي للحملات المعلوماتية، وكذلك إيجاد جهات تعمل بالوساطة في هذه الأراضي بشكل دبلوماسي أو ما إلى ذلك. إذن في المنطقة الشرقية لأوكرانيا، في منطقة هناك، فإن العمليات العسكرية والجهات جهات إنفاذ القانون كانت دائماً تحت إمرتي للجانب الروسي، لأننا لم نقم إصلاح النظام الأمني والعسكري. إذن التجنيد هو عنصر أساسي، لأن معلومات أو مجال المعلومات بإمكانك أن تسيطر عليه، لأنه هناك عدد من الشبكات والمعلومات، وبالتالي هذا البعد هو مهم للغاية. لكن في شبه جزيرة القرم جرت بشكل الأمور بشكل جيد، وتم تغطية هذا المجال بشكل جيد، وهو مختلف عن أوكرانيا أو شبه جزيرة القرم وأوكرانيا. إذن كانت هناك عمليات قتالية
قوية. وبالنسبة للحملات الروسية تمت باستهداف أقامت باستهداف منطقة كييف وقامت بزعزعة الاستقرار وكذلك نزع صفة المشروعية عن السلطة وكذلك ثقة السكان المحليين. إذا لدينا هذه المشكلة، الثقة وقضايا تتعلق ببناء القدرات عندما يكون هناك إمكانية لمجابهة أي تهديدات أمنية أو أي من الحملات ضد حكومتنا أو أي من السلطات المحلية. إذا بالنسبة لزعزعة الاستقرار المحلية، هي جرت بشكل جيد في أوكرانيا الشرقية. إذا ما قام به الروس كان دائما جيدا، حاولوا أن يفهموا البعد المحلي والتفكير والذهنية المحلية. إذن أوكرانيا الشرقية كانت مختلفة عن المناطق الأخرى، لأن طبعا أوكرانيا هي دولة مترامية الأطراف. إذن في وسط أوكرانيا هناك دائما تفكير في الأمن الشخصي والاقتصادي. أوكرانيا لم تمكن من أن تنشئ إيديولوجيا أو دولة قومية إلى ذلك الحين، واستخدموا هذه المسألة بشكل جيد. إذا من الناحية الاقتصادية كان هناك رسائل كارثية أن الاقتصاد حينهار، وكذلك نزع المشروعية التي تقتضي أن لا يكون هناك ثقة بكييف. إذا قاموا بزرع هذه الفكرة بأذهان الناس. بالنسبة لشبه جزيرة القرم، المسألة استغرقت 95 يوما من المعلومات غير الصحيحة و30 يوما لتنفيذ العملية. إذا هذه تعتبر مقاربة جيدة عندما ننظر إلى هذه القدرات العسكرية، لأن هذا يخفف الكلف العملياتية. بالنسبة لهذا الجانب والعمليات العسكرية، هي ليست هدفا دائما بالنسبة لروسيا، لأنها تعتبر ضرورة. لماذا؟ لأن هذه العمليات العسكرية دائما ستزيد من الكلفة العسكرية، لذلك فإن شبه جزيرة القرم كانت ناجحة وأوكرانيا الشرقية كانت فاشلة، لأن التجنيد في أوكرانيا الشرقية فشل وروسيا قامت بنشر مجنديها وبالتالي دفعت لهؤلاء الجنود. إذن هيمنة البعد الإنساني أو البشري هو أساسي، وكذلك كيفية الهيمنة من خلال العمليات والمعلومات. إذن عندما نناقش هذه المسائل من قبل خبراء غربيين وما هي الحرب الهجينة أو ما إلى ذلك، أحيانا هذا السؤال ينتهي بنفسه، لكن لابد أن نفهم كيف بإمكاننا أن نحدد ما سنقوم به في المستقبل. أنا عملت في إستونيا لفترة طويلة، ولقد رأيت أن هذا النظام نظام المقاربة الشاملة للجانب الأمني، وكذلك فإن العنصر المدني والخاص هو متضمن في العملية، عملية التخطيط الاستراتيجي والاستجابة في الأزمات. إذن كلمة resilience أو الصمود والمرونة أصبحت كلمة أساسية، وبالتالي لابد أن تحاول أن تفهم الشبكات الرقمية وكذلك البشرية. وهذه الشبكات الإنسانية هي التي تم استهدافها، لأنه في أوكرانيا الشرقية لقد استثمرت روسيا كثيرا في منظمات موالية لروسيا التي تقوم بالعمل في المدارس أو من خلال المراكز الثقافية. وهذا الاختراق ليس من خلال طريقة عسكرية تقليدية، وإنما اختراق قيمي. إذن من خلال الناس، من خلال الشبكات، كان هناك اختراق لهذا الجانب من خلال التكنولوجيا. إذن التكنولوجيا هي التي يتم العمل عليها، وكيف التأكد من أن رسالة ما تنتشر بشكل سريع جدا عندما يكون هناك قصة مفبركة تنتشر 7 مرات أكثر من أي قصص أخرى. إذن أي رسالة ستظهر من قبل المخترقين أو تكون في هذه المصادر الرسمية، وبعد ذلك يكون هناك
هذا الأمر النفسي. إذن ما الذي نعنيه بهذا الجانب؟ لقد قمنا باختباره في أوكرانيا الشرقية، وفي اللاوعي الناس يؤمنون بهذه الرسائل العاطفية وما إلى ذلك. وما هو مثير للاهتمام فعلا هو أن هذه الرسائل وهذه الحملات التي تم استخدامها من قبل 80%. إذن ما نقوم به هو أننا نحاول أن نتعقب هذه الرسائل، رسائل المعلومات الخاطئة، وكذلك كيفية استخدامها. إذن هذا الأمر إذن ما الذي يعنيه الصمود؟ عندما تستخدم بعدا غير مركزيا وللرد المضاد، ليس بالجانب العسكري وإنما في الدفاع السبراني، أو كذلك من خلال بناء قضايا تتعلق بالثقة. إذن ما يعني هذا الأمر؟ عندما تكون تعرف شخص يعرف شخصا آخر وتأكيد معلومات من طرف إلى آخر، هذا ما يستخدمه الروس دائما، لكن لم ننظر إلى هذه المسألة كثيرا. وعندما بدأنا بالعمل من خلال الدفاع كان هناك بعض العناصر التي تمت تعبئتها بشكل سريع جدا، مما وضح أن هذا العنصر هو مهم بالنسبة للردع. إذن بالنسبة للمجالات الرقمية، وليس بإمكانك أن تقوم بتبني مقاربة من الأعلى إلى الأسفل. إذن ما الذي يعنيه الصمود والمرونة في الواقع؟ هناك 4 قدرات موجودة، وهذا الأمر يختلف عن الردع الأساسي، لأنك حينها فقط تتوقف وتتساءل ماذا بعد. وإذا كان لديك نزاع متدني الكلفة والأثر، فإنك تعيش طوال الوقت في ظروف تهديد. إذن التعامل مع هذه المسألة هي شيء، والتكيف والتحول، لكن ما هو مثير للاهتمام هو الابتكار. إذن الابتكار هو ما يعمل أو تعمل عليه منظمات المجتمع المدني والدفاعات السبرانية، لنرى أنه كإمكانهم أن يتكيفوا بشكل سريع جدا، وبعد ذلك يبدأون بالبحث حول كيفية التكيف بشكل سريع جدا. إذن كيف يتم بناء المرونة والصمود فيما يخص التخطيط الأمني؟ عندما يكون لدينا قضية تتعلق بالدفاع السبراني والحصول على الدعم المدني من خلال تكنولوجيا المعلومات وما إلى ذلك، التي تكون مسؤولة عن البنى التحتية، وبعد ذلك انخراط القوات الأمنية الأخرى. إذن هناك كذلك شبكات أخرى عندما يكون هناك طلب إنساني ورقمي. إذن كنت أريد أن أتحدث في دقيقة واحدة عن هذا الجدول الزمني الذي يعتبر مثيرا للاهتمام، حول كيف قامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم. ونعود هنا إلى 2015، لأن زملائي كانوا يتعقبون ما يجري في ذلك الوقت. إذن هناك بعض، عندما تم ضمن هذه القوات، وكذلك الروس دائما كانوا يقومون بتمارين عسكرية، لكن فيما يخص شبه جزيرة القرم، هذه الحملة بدأت في ديسمبر 2013، وفي نهاية فبراير مارس بدأت كذلك هذه العملية بالانطلاق. في 3 أو 4 أيام قبل الهجوم وتركز هذه القوات في شبه جزيرة القرم والمناطق المجاورة، في 24 ساعة كان هناك سيطرة من فيما يخص المناطق المختلفة المحيطة، وفي 30 أو 40 ساعة كان هناك وصول لأولى القوات التي كانت موجودة في هذه المنطقة، وفي 5 أو 6 أيام بوتين
نفى المشاركة وكان هناك إغلاق وتطويق لهذه المنطقة فيما يخص القوات الأوكرانية، وكان هناك 17 يوما بعد الهجوم كان هناك استفتاء. إذن بالنسبة للاستفتاء حتى يحدث في 10 أيام أو 17 يوما بعد العملية العسكرية فإن هذا الأمر يكون مهم. إذا كان هناك تعبئة للناس، لكن ما الذي استغرقه الأمر؟ كان هناك حملة بتسعين يوما لمعلومات خاطئة، وبعد ذلك بعد حدوث هذه العمليات عمليات الهجوم كان هناك استخدام للدروع البشرية وما إلى ذلك. إذن البارجة تم السيطرة عليها وتم ضم شبه جزيرة القرم إلى الأراضي الروسية. شكرا جزيلا لاستماعكم. شكرا جزيلا أنا والتي قدمت لنا عرضا عن أو مداخلة عن عمليات توسع النفوذ الروسي في أوكرانيا في حرب غير متكافئة، وتحديدا عبر الفضاء السبراني أو المعلوماتي، وما أحدثه ذلك من تضليلا للسكان وإخلالا بالأمن والاستقرار العام لأوكرانيا. محدثنا الثالث في هذه الجلسة ديفيد دارشياشفيلي، وسيتحدث عن ذروة الحرب الهجينة كما يطلق عليها بين روسيا وجورجيا. ديفيد أستاذ يدرس الأمن القومي والإقليمي بجامعة إيليا الحكومية في تبلسي بجورجيا، وقد أمضى عدة سنوات في زيارة العديد من المؤسسات التعليمية والبحثية الغربية بعد تخرجه من الجامعة، كما أنه قضى في الفترة ما بين 2002-2003 زمالة في برنامج فولبرايت بجامعة جونز هوبكنز في واشنطن، ونشر عدة مقالات منها التبعية للمسار السوفيتي كعائق أمام الديمقراطية في جورجيا في كتاب التحديث في جورجيا. Go ahead. Thank you very much. So my presentation revolves around the so-called August War, which happened in 2008. حرب أغسطس التي جرت في 2008 ما بين جورجيا وروسيا، التي استغرقت 5 أيام فقط. وأريد أن أتحدث عن بعض التبعات قبل وبعد هذه الحرب التي كانت حول هذه الأحداث الدراماتية، وهناك بعض التبعات كذلك الجيوسياسية وأمور لها علاقة ببناء الدولة والتي أدت إلى الحرب والتي أثرت على الأداء وكذلك تواصلت فيما بعد. وأريد كذلك أن أتحدث قليلا عن ما قصداه فيما قالته كذلك أنا. أريد كذلك أن أتحدث عن المنهجيات الهجينة المتعلقة بالاتحاد الروسي. من جانب آخر، التحليل هو بشكل عام هو من نظري إلى ما حدث في الماضي، لأنه في تلك المرحلة عندما حدثت هذه الأحداث الدراماتيكية في جورجيا لم يكن هناك الكثير من الأشياء التي كانت معروفة ليس فقط في منطقتنا وإنما كذلك على المستوى الدولي حول مفهوم الحرب الهجينة. وفقط فيما بعد عندما ظهرت هذه التطورات بدأ التحليلات لما جرى في الماضي فيما يخص الأحداث في جورجيا التي كان قد مضى عليها عقد من الزمن. لكن بصفة عامة هذه الأحداث الجورجية وما حدث قبل ذلك بدءا من التسعينيات من القرن الماضي في جورجيا وبعد ذلك كانت مؤشرا وأدت إلى بعض الاستنتاجات. إذن هذه الظاهرة ظاهرة الحروب الهجينة، وكثير من الأشخاص أو المتحدثين تحدثوا عن هذه المسألة، الفاعلين من غير الدول هي تعتبر مسألة أساسية خصوصا فيما يخص ما بعد الاتحاد السوفيتي. هؤلاء اللاعبون من غير الدول هم جزء مهم من الحروب الهجينة
على الرغم من أنهم ليسوا الجزء الوحيد في هذه المنظومة. إذن الدعم الخارجي كذلك هو أساسي بالنسبة للفاعلين من غير الدول حتى يتسنى لهم النجاح والاستمرار وبناء الصمود والمرونة. الدول الضعيفة هذه المتلازمة تعتبر أرضية خصبة بالنسبة ل ترعرع وزيادة هذه الأطراف أطراف من غير الدول. إذن هذه تؤدي إلى حروب تقليدية. من جانب آخر كيف نقوم بمواجهة مثل هذه الدول؟ الدول إذا ما كانت منظومتها أصبحت منظومتها حديثة من خلال تعزيز المؤسسات وكذلك من خلال زرع بعض العناصر الديمقراطية وإنفاذ القانون، إذا ما تمكنوا من عصرنة منظوماتهم بإمكانهم التعامل مع هذه الأطراف من غير الدول، وهذا يقلل من قدرة الهجينة للخصم. ومن جانب آخر الدول بإمكانها البقاء إذا ما تمكنت من أن تحدث توازنا مضادا مع هذه القوى التي تقف وراء هذه القوى من غير الدول. لكن مجددا القصة لا تنتهي هنا، المسألة هي مسألة مستمرة، وحتى الآن فإن نهاية التطورات الجورجية من حيث التطورات الهجينة والتهديدات الهجينة لم تنتهي حتى الآن، والبعد الجيوسياسي كذلك يعتبر مهما. عندما حدث الأمر كان هناك بعض التبعات الجيوسياسية عندما بدأت الحرب. إذن أولا أريد أن أقتبس ما قاله بوتين بعد استقلال كوسوفو كدولة أوروبية وبدأت الولايات المتحدة بالاعتراف باستقلاليتها، أنه قال إنه سيرد من خلال عمله الخاص لسببين أساسيان، لتراتبية من الأسباب التي ربما قد تكون ذاتية الطرح، لكن أحد الأسباب هو أنه اعتبر صربيا على أنها حليف استراتيجي لروسيا في البلقان، وثانيا كان يكره توسع منظمة معاهدة وكذلك عمل على هذه المسألة. إذن في حقة الأمر الرئيس الجورجي حظي بفرصة لقاء بوتين وقال له بوتين بشكل شخصي أنه سيفعل شيئا سيئا لجورجيا بسبب كوسوفو، وذلك فقط للرد وضرب ناتو وليس لأنه لديه مشكلة ما مع الجورجيين. إذن قمة بوخارست في بوخارست، وتم مناقشة التحاق جورجيا إلى القمة، وكان هناك صيغة تم تبنيها من قبل الناتو وممثليه فيما يخص هذه المسألة، وكون أوكرانيا وجورجيا لستا جاهزتين، لكن يوما ما سيلتحقان بالناتو. وكما قال أحد المسؤولين في روسيا أن هذا أطلق العنان لحرب الأعصاب، وجورجيا بدأت تشعر بالتوتر لأنه كان هناك ربما بعض الأفاق في التحاقها بالتحالف، وهذه الحرب حرب الأعصاب تم إطلاقها. وهنا أريد أن أتحدث عن تحليل أكاديمية الدفاع قامت بنشر بحث سنة بعد الحرب، وتقول أن الجورجيين تم استفزازهم وروسيا تمكنت من فعل ذلك. إذن هناك عنصر جيوسياسي آخر، ألا وهو أن لافروف طلب أو قال لكوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية في ذلك الوقت أن الرئيس الجورجي لابد أن يغادر منصبه، وقال الجورجيون أنه لن يقبلوا
تغيير النظام بهذه الطريقة، خصوصا أن الدولة تسعى إلى تحقيق الديمقراطية. إذن السؤال الأساسي المتعلق بهذه الحرب هو من بدأ هذه الحرب؟ وهذا ينبغي أن لا يتم تحليله من قبل الخبراء والأكاديميين، ولكن أيضا من المجتمع الدولي والدوائر الدبلوماسية. هنا أنا أقتبس عن ما قاله البرلمان الأوروبي عندما تباحثوا حول المناوشات بين الطرفين في 7 أغسطس. وفي نفس اليوم أصدر الرئيس الجورجي أوامره بشن هجوم والهجوم على بلدة سغين فالي تحديدا، والتي كانت مركز الحركة الانفصالية في جورجيا، وبسبب الخلاف العرقي بين الأوسيتيين والجورجيين منذ سنوات طويلة، وكانت هناك هذه الجيوب أبغازية وأوسيتينية وغيرها. إذن في أغسطس آب 7 أغسطس الجورجيون قصفوا بالقنابل هذه المدينة، وحسب البرلمان الأوروبي هذه أشرت إلى مرحلة جديدة في الحرب التقليدية بين البلدين. أيضا صحيفة نيويورك تايمز في سبتمبر 2008 نشرت هذه الصحيفة استنادا إلى رصد تقارير استخبارية أنه قبل الهجوم الجورجي، ترون من الخريطة هنا الروس كانوا يتقدمون داخل الأراضي الجورجية، وكانت هناك أرتال عسكرية تتقدم نحو المواقع الجورجية، مما برر للجورجيين القيام بعمليات القصف دفاعا عن مواقعهم، ومن ثم سقوط المواقع الجورجية كنتيجة هذه. سأتجاوز هذه الشريحة لضيق الوقت. أيضا في العام 2015 جراسيموف رئيس هيئة الأركان الروسية نشر هذه المقالة التي ترجمت في الغرب على أساس على أنها عقيدة جراسيمو في الحرب الهجينة، التي تحدث فيها هذه المقالة عن ثورات الربيع العربي على أساس أنها تجليات لتحرير غربي في الحرب التحريضية والحرب الهجينة، وعن الروس أن يفعلوا الشيء نفسه في الخارج. فبدأت بعد ذلك أزمة أوكرانيا، وأيضا هذا ما برر لدى بعض المفكرين الاستراتيجيين أن الروس برروا لأنفسهم شن حرب هجينة غير خطية بناء على هذا التبرير. مثلا وحسب ما قال حسب المقولة القول القرن 19 المشهور التي تقول أن الحرب امتداد للسياسة ولكن بوسائل أخرى. وأيضا الرائد سكوت هارت نقلت عنه هذه المقولة، هو يقول إن السياسة هي التي هي استمرار للحرب، السياسة هي الحرب التي لا تنتهي. وهكذا برر تصرف روسيا وقال إن الكل يقول إن حرب هجينة تدور في أوكرانيا، لكن ذلك بدأ كله في جورجيا في 2008. وأنا أقول إن عناصر هذه الحرب الهجينة في جورجيا بدأت في التسعينيات. ورقتي تشرح كل هذه الأمور، طبعا الورقة أكبر من الدقائق التي أعطيتموها لي هنا. كيف كانت تتطور في التسعينيات؟ جورجيا كانت دولة فاشلة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، في فوضى عارمة عانتها تلك البلدان. على سبيل المثال
إحدى الفواعل غير الرسمية وغير الدولة كانت قوة من ترأسها أحد رموز عصابات المافيا الجورجية في مرحلة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. جابلينستن كان مثالا لذلك. إذا في الجانب أوليكت أزييف أيضا شخصية من هذا النوع، رجل أعمال، رائد أعمال، كان ظاهر عمله في تلك الفترة في مرحلة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي من أوسيتيا الشمالية وهي جزء من روسيا وليس من جورجيا. أوسيتيا الجنوبية هي جزء من جورجيا. وهذا الشخص أصبح رئيس وزراء لأوسيتيا الجنوبية، وعندما كان هناك نزع السلاح عن قاعدة عسكرية روسية بيركال، وكان لديه 70 الأتباع بينما القاعدة الروسية كان فيها 300 من الأفراد والقادة، وأخذ منهم كل أسلحتهم ونقلها إلى أوسيتيا الجنوبية. هكذا بدأت المجابهة. ظاهرة ضعف الدولة في جورجيا، ساكاشفيلي رئيس جورجيا آنذاك قام بحملة تحديث في البلاد واستطاع تشكيل جيش من 30,000 قادر على شن حروب مكافحة التمرد. وطبعا لم يكونوا متدربين على مجابهة جيش روسي، لكنهم كانوا قادرين على مجابهة هذه المجموعات الحركات المسلحة. وهذه صور من تبليسي أشهر قبل حرب آب أغسطس، واليد الروسية كانت ضالعة في هذه الاضطرابات وتمويلهم لمجموعات غير حكومية تعمل بالوكالة تبث أخبار كاذبة ومضللة وتصور الرئيس الجورج على أساس أنه هتلر آخر. هذه كلها كانت جزءا من جهود روسيا في الحرب الهجينة ضد جورجيا التي كانت تستعد للانضمام إلى أسرة الدول الغربية. طبعا لا يمكن أن نقول أن مثل هذا الأشخاص هم كانوا مجرد عملاء ومأجورين للروس، لكن في تحقيقات في النمسا وإسبانيا حول التسريبات ويكيليكس أظهرت أن المافيا الروسية كانت تستعين بمجموعات وجماعات إجرامية، عصابات إجرامية. وأيضا كل هذا أظهرت ساكاشفيلي وحكومته أنها تتعامل مع الأمور وكأنها بعقلية الطرف الذي يتعرض للحصار ويواجه نشاطات منسقة من جانب روسيا. في ذلك الوقت المجتمع الدولي لم يكن مستعدا لقبول الرواية الجورجية لهذه الأحداث، لكن يمكننا أن نقول أن التفسيرات الجورجية التي قدمت آنذاك كانت منطقية بشكل جزئي، وكيف جابهت جورجيا له صداه في محاضرة آن، لكن ليس لدي الكثير من الوقت لأخوض في ذلك. لكن العناصر المهمة كانت أن جورج حاولت أن تدول عمليات حفظ السلام، وكما قلت فإن الأزمة بدايته كان في التسعينيات، لكن كان هناك قوات حفظ السلام روسية لكنها تدعم الانفصاليين. لهذا السبب حاولت جورج إقناع المجتمع الدولي بتدويل قوات حفظ السلام، لكن الوقت كان ينفذ بسرعة. وأنا بعد الإذن من آنا التي من أوكرانيا
أن أربط بين إحدى المعارك في جورجيا وبين حادثة في شرق أوكرانيا. هذا هو الجيب الجورجي المحاط بالروس والأوسيتيين، وكما هو الحال في هذا الجيب كانت القوات الأوكرانية في عنق زجاجة هنا مطوقين من القوات الروسية. لهذا السبب الجيب الجورجي هنا كان مطوقا ومحاطا. لهذا السبب التعزيزات الروسية كانت تأتي من هذا الاتجاه. القوات الجورجية كانت إلى الجنوب سفنفالي، كانت في الطريق إلى الأراضي الجورجية. هذا كان منطق الجانب الجورجي أن يتحرك شمالا من أجل إنقاذ المواقع الإدارة الجورجية هناك. الأوكرانيون كانوا في مواقع دفاعية وفي النهاية خسروا تلك المعركة. الجورجيون كانوا في نفس الموقف لكنهم قرروا في الهجوم ونجحوا، لكن بمجرد أن نجحوا قررت روسيا الانتقال من الحرب الهجينة واستخدام القوات بالوكالة لتشن حربا حقيقية وتهاجم جورجيا من كل الجهات، وأيضا تحذير أمريكا لروسيا بأن الأسطول الأمريكي كان تحرك نحو البحر الأسود جعلهم يتوقفون عن الوصول إلى العاصمة تبليسي، فتم إنقاذ الحكومة الجورجية. سأتوقف عند هذا الحد وشكرا لحسن إصغائكم. Thank you very much, David. شكرا. David spoke روسيا وجورجيا وتحديدا عن الدعم الخارجي لحركات التمرد المسلحة في جورجيا، وكيف عدم قدرة هذه الحركات على تحقيق أهدافها المنشودة إلا في حالة ضعف المؤسسات المستهدفة. قبل أن نفتح باب النقاش والحوار، اسمحوا لي بالاعتذار لكم لعدم قدرتنا على التواصل مع بروفيسور جونسون، وذلك لمشاكل تقنية وأيضا فارق الزمن، فنعتذر لكم ونعتذر أيضا لبروفيسور جونسون. ونفتح باب النقاش إذا سمحتوا لي بالتعريف بالاسم والسؤال بشكل مختصر. فنبدأ من أهل اليمين، تفضل. Dr. David, do there are any ethnic groups or confessions in Abkhazia and South Ossetia so that Russia entered easily to these zones? عفوا، هل من سؤال آخر في هذه الجهة؟ طيب، أهل اليمين أيضا، هل من سؤال؟ سوري ما أشوف وين. هل من سؤال في هذه الجهة؟ بالأخير. مرحبا، سيف الدين طرابلسي الجزيرة. سيف الدين طرابلسي، السؤال كان حول دور ما يسمى بأذرع روسيا في هذه الأنواع من الحروب، وبدقة حول الشركات الأمنية الروسية دورها في هذه الحروب. مثلا نرى الآن أنه روسيا تستعمل فاغنر في عدد من الدول، مثلا في ليبيا، في مناطق أخرى في العالم. دور هذه الشركات في ما رأيناه في جورجيا. أوكي، طيب، أي سؤال آخر؟ Any other question? Okay, David, and then Anna. Thank you. شكرا جزيلا. إذا ما فهمت سؤالك بشكل صحيح، أنت سألت عن هذه المجموعات المسلحة أو الأذرع
التي تحتل أبخازيا وأوساتيا الجنوبية، وهل يمكن أن نعتبرها كهذه المجموعات في جنوب أوساتيا هم من الأوساتيين الجنوبيين؟ لم تتح لي الفرصة للتعمق في هذا. هؤلاء معظمهم مجموعات أو مشاريع عرقية في الأصل، عندما أعلن الأوساتيون عندما سمعوا بأن الدولة الجورجية تنوي إعلان الاستقلال، خافوا من أن يعتبروا مواطنين من درجة ثانية، والروس استغلوا ذلك. الأبخازيون كذلك مجموعة عرقية مختلفة، لهم لغتهم المختلفة، وأيضا لديهم تطلعاتهم. طبعا بالنسبة للسؤال الثاني، واغنر كشركة خدمات عسكرية خاصة، رغم أن جورجيا في ذلك الوقت لم يكن منتشرا بين الناس استخدام أو تأسيس شركات عسكرية بهذا الشكل، كانت الأمور تتم بطريقة مختلفة. الروس كانوا يساعدون من يسمون بالمتطوعين من جنوب روسيا، القوزاك أو القازاكيين كما يسمون، وهي طبقة عسكرية اجتماعية في روسيا القيصرية، كانت من حيث في الحقبة السوفيتية تمت إزالتهم، لكنهم عادوا إلى الظهور من جدوهم من الشيشانيين والقوقازيين الشماليين، شكلوا مجموعات مسلحة لم تؤسس بشكل رسمي أو تعطى على غطاء رسمي، لكن القوات المسلحة الروسية كانت تفتح لهم الطريق ليصلوا إلى جورجيا ويحاربوا ضد الجورجيين. بحلول العام 2008 لدي بعض المعلومات التي تفيد أن دويلة جنوب أوساتيا التي سيطرت على المناطق في شمال جورجيا كانت لها حكومة مؤلفة من أتولي بارونوف، وهو القائد المحلي للقوات الخاصة والإدارة المحلية، كان ضابطا في الكي جي بي ثم أصبح مسؤولا عن الخدمات الخاصة المحلية، أيضا وزير الداخلية جاء من روسيا، أيضا من زييف، ورئيس مجلس الأمن القومي لدويلة جنوب أوساتيا أناتولي بارانكا، وهو جنرال روسي. إذن هم في ذلك الوقت لم يكونوا بحاجة لخلق مجموعات مثل فاغنر. المسؤولون العسكريون الروس كانوا يحالون على التقاعد في روسيا، فيجون لهم عملا بالذهاب إلى جورجيا وإلى أوساتيا و يوضعون كمسؤولين. هذا كان هو واقع الحال. بالمناسبة إذا سمحتم لي سأضيف نقطة، في أوكرانيا الشرقية أنا كانت تتحدث عن ذلك، هناك موقع مثير للاهتمام، وهو موقع يجمع أدلة عن المشاركة العسكرية الروسية في الحرب في شرق أوكرانيا، ووفقا للمعلومات التي جمعها الموقع فأن 2600 فرد من القوات العسكرية الروسية تم تتبعهم وكانوا ينتمون لوحدات عسكرية روسية، انتهى بهم المطاف في شرق أوكرانيا ليحاربوا القوات الأوكرانية، وبعض هؤلاء الأشخاص معروفين بالأسماء و صورهم معروفة، كانوا يأتون من القواعد الروسية الموجودة في الأراضي الجورجية المحتلة. إذن هذا أيضا رابط إضافي بين منطقتي الحرب الهجينة هذه، وأيضا استطاعت روسيا إدارتها.
إذن لنقارن المسألة مع البعد الإثني، فإن في أوكرانيا لا تنطبق هذه المسألة عليها. لقد تم استخدام بروباغندا بمعلومات خاطئة، لكن أوكرانيا هي دولة بلغتين. إذن روسيا هي من الاتحاد السوفيتي، وأوكرانيا بعض المناطق بها لا تتحدث اللغة الروسية بشكل جيد، لكن عندما يتم الدفع بهذا الخط القومي وكذلك اليمين، فإن هذا سيؤدي إلى حركة يمينية، وهذا فشل بشكل كبير جدا، لأنه في الانتخابات في أوكرانيا فإن اليمين والأطراف اليمينية لم تدخل، والقومية المتطرفة لم تدخل إلى هذه الانتخابات. إذن كان الأمر مثير للاهتمام في 2014. ذهبت لزيارة أسرتي في ذلك الوقت، وكنت أعمل مع أصدقائي وزملائي في إستونيا، ووصلتني رسالة قالت إن لابد أن أغادر، ولأنه كان هناك لواء قد دخل إلى هذه المنطقة، وبالتالي كانت هناك محاولات في 2014. كان هناك الكثير من القصص التي كانت ترويها تلك المجموعات، وكان هناك عددا من المرتزقة كذلك في تلك المناطق. هذه تم استخدامها لتعبئة السكان المحليين ليقوموا بال التفاعل مع هذه المجموعات، وهذا البعد الإنساني قد فشل، لأنه في أوكرانيا الشرقية كان هناك عدد من رواد الأعمال الذين تراجعوا إلى الخلف، وكان هناك اختراق الذي تم قوله، لكنه لم يكن هناك صحة فيما يخص ما تم ادعاءه. إذن كانت هناك بعض المجموعات التكتيكية التي كانت تترأس هذه المجموعات، التي كانت مجموعات عسكرية روسية. إذن كان هناك شبكة من التواصل من خلال فيسبوك، وكان هناك عدد من المجموعات التي كانت تنشر صور تقول أنهم يقومون بالخدمة العسكرية في أراضي أجنبية. Any other questions؟ Last question, please. أهلا بكم، ريتشارد جيرمي من السفارة البريطانية. هل بإمكاني أن أسأل كلا المتحدثين إذا كانت روسيا قد حققت أهدافها، هل هم أين يودون أن يكونوا موجودين، أم أن هناك حركة إضافية سيتم؟ إذن أريد أن أضيف إلى هذا السؤال. أعتقد أحد المتحدثين كان يقول إنه طرح السؤال المرتبط بدور الحكومة الروسية في دعمها لهذه المجموعات. هل كان هذا جزء من السؤال؟ إذن هي مسألة تفسير. أعتقد أن جورجيا تضررت بشكل كبير جدا بسبب خسارة الأراضي، والآن أصبح الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لجورجيا لتلتحق بالناتو أو حتى بالاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن جورجيا تمكنت من البقاء، روسيا هدفها كان أن تثني جورجيا، لكن روسيا لم تتمكن من إدارة المسألة. إذن روسيا كان لابد أن تتصرف بطريقة أزاحت عنها صفة حفظ السلام. إذن كانت تقوم بشكل رسمي بالتلاعب بهذا النزاع، لكن دوليا هذه الدولة تم الإقرار بوجودها على أنها وسيط فيما يخص هذا النزاع ومرحلة ما بعد النزاع. إذن طالما أن روسيا كان لابد أن تتدخل
عسكريا في جورجيا من كل الأطراف، وكذلك احتلال مدن أخرى التي لم يكن لها علاقة بهذه المناطق، وحتى استهداف العاصمة وضرب العاصمة. لذلك أقول إن القصة مستمرة ولا أحد فاز في هذه الحرب. إذن هذا سؤال فلسفي جدا، لكن بإمكاني أن أقول إن روسيا نجحت في خفض الحرب لتكون مسألة رأي، ونحن هنا وهذا الأمر سيستمر. إذن ما تحدث بالنسبة للمملكة المتحدة والبريكسيت أثبت على أنه سيستمر. وما هو مثير للاهتمام فيما يخص هذه العمليات أن روسيا نجحت حقيقة في وضع نموذج فيما يخص نشر هذه المعلومات الكاذبة، وبالتالي هذا بدأ يدخل القطاع الخاص بشكل قوي جدا، حيث أن هناك بعض الشركات التي لا تثق بهذه الجهات التي لا تثق بهذه الشركات التي تقوم بنشر هذه السرديات، وهناك طبعا محاولات تتم لمجابهة هذا الأمر. لكن إلى أن نفهم هذه المنصات المشاركة في هذا الجانب سواء بشكل واعي أم لا، إذن لابد أن ننظر إلى أن يتم جمع هذه الشركات لمكافحة هذا الجانب. في الختام، شئنا أم اتفقنا، من الواضح أن التنظيمات المسلحة قد غيرت أو أحدثت نمطاً تاريخياً جديداً في كيفية التعامل مع الدول أو المؤسسات الرسمية المسلحة، عفواً المؤسسات الرسمية للدولة، وبعيداً عن أيديولوجيتها وأهدافها المشتركة، تشترك هذه التنظيمات في قدرتها الدفاعية القتالية التي قد تفوق أحياناً بدعم خارجي أم بدعم داخلي أو بتضليل أو أيا كان الأسباب أو العوامل، تمتلك القدرة على منافسة الدولة. شكرا لمتحدثينا ديفيد وأنا وأيضا توماس جونسون الذي نعتذر لفقداننا للتواصل معه لأسباب تقنية. شكرا لكم على الحضور وحسن الاستماع، وطاب يومكم. شكرا.